السلام عليكم، معكم موسى العامري الرئيس التنفيذي لشركة 3D Factory. شركة 3D Factory تم تأسيسها بنظرة أنها تكون شركة قابضة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. تتكون الشركة اليوم من عدة أقسام. أولاً مزرعة الطابعات، وهي القسم الإنتاجي في الشركة، وهو القسم الذي نقدر ننتج فيه بالإنتاج الكمي. أيضاً لدينا القسم الأكاديمي، وهو 3D Factory Lab، وهو قسم لنشر المعرفة عن طباعة ثلاثية الأبعاد. ولدينا القسم التصنيعي فيما يختص بتصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد، ولله الحمد قمنا بتصنيع أول طابعة ثلاثية الأبعاد في السلطنة.